وتميز بكالوريا هذه السنة بكالوريا سنة 2016 بعدة أحداث صنعت الاستثناء، لعل تسريبات المواضيع بساعات قليلة قبل بدء الامتحان وضعت وزيرة التربية في ورطة. هاجر زيلف وليليا داود تفصلان في الموضوع. باك دو ميساج حق الله غير جيبو اكتبوه في الدار، وجدوه في الدار، حلوه في الدار وجيبوه معك الليسي. وننصح تلاميذ 2017 باش يجيبوا الباك تاعهم يديروا لي جام في لي باج تاع فيسبوك، راهم يحطوهم توجور 4 تاع الصباح. هذا خرج على 2 تاع الصباح اليوم، ماشي ما با 4 تاع الصباح، وجدناه وحليناه. مفاجأة من العيار الثقيل انفردت بها بكالوريا 2016. مواضيع الامتحان تسرب على موقع الفيسبوك ساعات قليلة قبيل انطلاق الامتحان. الموضوع نفسه والمترشحون يسهرون الليالي ليس للمراجعة وإنما للحصول على الموضوع قبل حذفه. نص كبير عم يقولوا بلي خرج، خرجك يقول لك بلي خرج 8 تاع الصباح. ما جو سي با، سيدي عقلتلي. كومام كان سنيتو كان مع باليش انايا، كما يقولوا لازم يجيك عندك و وما تشوفاش. بن غبريط التي تنام لتستيقظ على وقع كابوس بكالوريا 2016، أعلنت الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي في أول يوم، لكن الحرب انتقلت إلى بيتها في ثاني يوم، فالمواضيع تسرب قبل انطلاقها بساعات. خرج البارح؟ في الزوج تاع الصباح. وش؟ نفسه، نفس الموضوع، خرج البارح الزوج تاع الصباح. قاع شافوا انا اللي يجي يقول لي انا مشتوش على كل حال ما نكذبش، شافوا قاع وقاع قالوا لي بلي هو، كاين اللي راجعوه كاين اللي حفظوه قاع وجاو لهنا يديروا، وكاين اللي ما عرفوش مساكن. ما درتهاش فيها، رقدت على الزوج تاع الصباح، رقدت غد اليوم نص الصباح بكري رقدت. شكي حاب ما نقول لك، راطيت وخلاص، باس باس راطيت اخر. هل ستكشف بن غبريط عن ايادي خفيه ضربت بمصداقيه البكالوريا؟